يا دكتور نفسي افتح حوار مع جوزي، نفسي كده نقعد ونتكلم ونعمل، لكن مفيش الكلام ده خالص، كله هناكل ايه هنشرب ايه الولاد وخلاص على كده. نفسي اقعد اتكلم معاه. هنتكلم النهارده على طرق عمليه جدا ازاي تفتحي حوار مع جوزك ويعشق انه يتكلم معاكي. حلقه جديده من برنامجكم ابني بيت سعيد مع دكتور اسماء سعيد. البداية كده جات لي مرة زوجة وقالت لي ايه، يا دكتور نفسي قوي قوي جوزي يتكلم معي. كنا الاول اوقات بنتكلم وبعد كده الدنيا باظت خالص. المهم قلت لها طب انا عايز اسألك سؤال، انتوا كنتوا بتتكلموا في ايه او كنت بتتعامل ازاي؟ قالت لي مفيش يا دكتور والله، كنا في الاول مثلا اكون عايزة حاجة اقول له دكتور عايزة هاتلي هاتلنا الولاد الفلوس مصاريف الدروس وهكذا. وبعدين قلت لي عادي يا دكتور والله كنا بنقعد نتكلم مثلا ايه، اقول له بنت خالتي حصل لها ايه، ده الحمله بتاعها مش عارفه حصل له ايه وباظ والدنيا خربت، المهم شويه اصل ماما حصل لها ونزلت وراحت وجابت وعملت ورجعت ووقعت واتخبطت واتحجزت وكل الكلام ده. وبعدين اختي بقى ايه جالها عريس والعريس باظ والعريس مش عارفه عمل فيها ايه، ده اختي الثانيه مش عارفه جوزها عمل فيها ايه، واختي الثالثه كذا، وجارتنا اسكت مش جارتنا جوزها مش عارفه عمل فيها ايه، شويه بواب حصل له كذا ومراته ده انت عارف البنت البواب حصل لها هو ماله راح بس كده هو ماله ده انت مش بتخليه ما يحبكيش يتكلم معاكي ده هيجري بالرهان هو ماله ده كله. النهارده هنتكلم بقى على الطرق العمليه اللي تخليه ابوس ايديكي ما تعمليش كل اللي انا قلته ده من شويه وطبقي اللي انا هقوله ده دلوقتي عشان يحب يتكلم معاكي كده وتقعدوا كده تبقوا حلوين. تمام؟ طبعا بنتي بتصورني بتقول لي ايه العريس باظ ازاي اللي انا اتكلمت عنه مش شويه، مش العريس باظ الجوازه اللي باظت يعني. المهم طيب ايه بقى الخطوات العمليه اللي احنا هنبتدي بيها؟ اول حاجه خالص اساليه عن يومه، تاني اساليه عن نفسه، اساليه عن اللي يخصه، بمعنى دي بدايه طبعا احنا ايه بنجر رجله يعني. اول حاجه خالص عملت ايه في يومك النهارده يا حبيبي؟ بس امتى؟ مش اول ما يدخل من باب شقتكم، لا اول ما يدخل يتغدى الاكل الحلو، الدنيا هاديه بيتك نضيف، اسمعوا بقى الحلقه اللي هي بتاعت ازاي تجذبي جوزك المغناطيس مهمه جدا، بيتك نضيف الدنيا حلوه ما بتزعقيش ما فيش قلق، مثلا شرب فنجان القهوه الشاي بتاعه عارفين يفضي كده الدنيا من اللي بيحصل له طول النهار خلاص. وبعد كده ايه عملت ايه النهارده حبيبي؟ يومك كان ايه؟ هيفتح بقى لا والله ده حصل كذا، في ناس تقيله شويه، لا الحمد لله ما فيش حاجه، قولي ان شاء الله الدنيا مشيت كويس اه الحمد لله، في ناس تانية ممكن لا تقول لك اه ده حصل كذا ومش عارفه ايه. دايما هتلاقيه بيتكلم عن انجازاته، اول ما هتلاقيه يعني مثلا يقول لك ده النهارده كانت في مشكله بس الحمد لله انا اللي حليته، هم بيحبوا كده قوي بيموتوا في كده، عارفه لو في مشكله هو فشل فيها الندبين دول حاجه تانية، لكن لو حاجه مشكله فشل فيها مش هيقول لك، لكن تلاقيه حصل وباظ وكانت خربانه وخلاص فجاه انا اللي حليتها هما كده. تقول انت عيلة بقى يا ابني الشغل ده ما يمشيش من غيرك اصلا، انا عارف وانت في زيك اتنين، ده انت لو فتحت شركة بقى، ده انت لو عملت كذا، ده انت تكسر الدنيا دي كلها، انا يا ابني عمال اقولك فيك حاجة حلوة بس انا مش عارفة ايه هي، هو يديك من اللي حصل له انت دعمي فرجي على اللي هيبقى عايز كل يوم يجي عشان يسمع التدعيم، ودي اهم خطوة في الحوار ان انت طول ما هو بيتكلم تدعمي. في سؤال هينط دلوقتي في دماغ واحدة فيك وتقول لي ايه يا دكتور؟ طب انا افضل ادعم وانا فين يا دكتور؟ حبيبتي بتصدقي كلام ربنا ولا ربنا بيكذب علينا؟ لا طبعا بصدق كتاب ربنا لا اله الا الله. اه يا حبيبتي ربنا قال لك في القران بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وربنا قال لنا في ايه تانيه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللي هتنفقيه من دعم شهر شهرين هو هيردهولك والله بوعد ربنا، عشان اللي بقول ولا العلم بيقول. تاني اللي هتنفقيه من دعم، اللي هتنفقيه من احترام، اللي هتنفقيه من كلمة طيبة وكلمة حلوة والله كما تدين تدين هتترد لك، واسمها حلقة الكارما هتفهميها كويس قوي قوي. تاني اللي هتديه لجوزك هيرجع لك، عشان كده بقول لك التدعيم ثم التدعيم ثم التدعيم، مش هقولك انفخي فيه ولا عظمي فيه بس دايما اديله خليكي انت البوش اللي بيدفعه للاحسن،
مش طول ما انت قاعده انت اصلا ما بتسمعش كلامي، انت اصلا يعني عايز اقول لك ان انت ده انت افشل واحد شفته في حياتي، ده انت والله هيكرهك، مش هيبص لغيرك بقى، ده مش هيبقى طيب يقعد معاكي في البيت. لما تدعمي الكلمه الطيبه صدقه، قل خيرا او اصمت، كل الحاجات الجميله دي لو استخدمتيها في الحوار معاه صدقني هيفرق. بس البدايه بتيجي ازاي؟ لما تساليه عن نفسه. مهم قوي تختار الوقت الصح، ما ينفعش اول ما يصحى من النوم اساله عن نفسه، عن نفسه ايه؟ نمت كويس يا حبيبي؟ اه. بلاش النبي اول ما يصحى تقول له هو انت صحيت؟ طبيعي يقول لك يعني، يقول لك ايه؟ مش اقول لك يعني، مش قادر اقول لك يعني، ده بيستفزني هو. ايه ده انت صحيت؟ اه والله صحيت. الهبل الهبل دي على الصبح. فاهمه؟ لا، نمت كويس؟ اه يا حبيبي الحمد لله. عرفت تنام يعني؟ اه الحمد لله. خلاص ولا اي حاجه خالص. هتعملي فطار، هتعملي، مش تزعقي في الوقت بتاع الصبح ده، خليكي هاديه كده عارفه. يلا حبيبي بالسلامه، الحضن كده وهو خارج، الدنيا زي الفل، يومك جميل، ربنا ان شاء الله يوفقك ويكرمك ويجعل لك كده في كل خطوه سلامه، كلمتين حلوين وخلص الموضوع على كده خلاص. ولا تطلبي حاجه الصبح، ولا تقولي له فلوس الدروس، ولا تقولي له انا خارجه، ولا تجيبي اي حوار الصبح. عايزه حاجه يا ستي قلت لك بالليل لما يجي يشرب فنجان القهوه بتاعه ويقعد رايق والدنيا حلوه، ابتدي بقى ايه زي ما قلت لك. طيب يا دكتور لو عايزه اطلب منه حاجه اطلب ازاي؟ قبل كده تقريبا عملت حلقة عن الموضوع ده ومتكلمة عن نظرية اللي هي الساندوتش دي في الحلقة اللي هي بتاعت ازاي اجذب جوزي كان المغناطيس، اسمها حلوة جدا. خطوة مهمة جدا جدا جدا، اتكلمي معاه في وقت الحوار بعد ما تسأليه عن شغله ويومه، اتكلمي معاه وفكريه بانجازاتكم وايامكم الحلوة وخروجاتكم وكل حاجة حلوة. بمعنى اجي مثلا فاكر لما عملت كذا كذا كذا، اه انا بقول لك ساعتها انا كنت واثقه انك اصلا هتحقق ده، فاكر لما كان مرتبك كذا وبعد كده الحمد لله بس ربنا كرمنا ازاي، عشان تعرف ان ربنا كريم، عشان تعرف ان اللي جاي كله خير. متفائله، في تفاؤل كده، عارفين الحاجه لما بكون فيها تفاؤل فيها فرحه، عارفين اللمعه الحلوه اللي حتى لو انت متضايقه من جوه، حتى لو انت خلي عندك ثقه في ربنا، خلي عندك ثقه في نفسك ان كل حاجه حلوه جميله، مش كل حاجه حلوه جميله، كل حاجه حلوه جميله جايه. انا دايما اقول كده، اللي فات خير عظيم، واللي دلوقتي اللي عايشه فيه خير رهيب، واللي جاي خير اكبر واكبر، لان ربنا ده اللي عايزه. يريد الله بكم اليسر، يريد الله ان يخفف عنكم، يريد يريد ربنا عايز كل حاجه حلوه فعلا. ولما تقوليها حتى لو انت مش حاساها في الاول، مع تكرارها ربنا هيجيب لك احداث وحاجات تثبت لك اكتر باللي انت فيه، مش كلام. فاهمه؟ كان دي ظنون وافكار انت بتزرعيها، مثلا لو ولادك قاعدين وسامعين او جوزك قاعد، بتدخلي فيهم بتدخلي فيهم، والله تتردلي وفعلا هتبقى حقيقه في حياتكم. فكري بانجازاتكم، فكري بايامكم الحلوه مع بعض. فاكر لما كنا مسافرين مش عارفه ايه، فاكر مش عارفه ايه، والله كانت ايام جميله، والله مش في بهجه كده، في حاجه حلوه النص بقى زي ما قلت لك اطلبي، بس خلي القعده مريحه. مهمه قوي قوي قوي، بلاش نصيحه نهائي. الرجل شايف نفسه ان هو الكامل الجميل الحلو اللي يدي معلومات وينصح، بس ما ينصحش هو كده. اول ما هتبتدي تدي نصيحه هتلاقي نفر منك مش هيبقى يكمل معاكي حوار. ليه بقى؟ حتى تثبت لكم اكتر لما بتكوني انت راكبه من جوزك، من جوزك العربيه بتقولي له ايه؟ هو تايه مثلا، اسال 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 بقى مش طايقك. لكن لما تقولي له انا عارفه ان انت هتوصلنا ان شاء الله، مع ان نفسك مش واخده بالك هيوصلك هيوصلك، بس هو بيكره انك تحسسيه ان هو مش فاهم او ان هو مش عارف وان انت اللي عماله تديله. يا ستي سيبيه، هو من شويه بعد شويه بعد شويه هو اللي سال. ما تديش نصيحه ابدا، ممكن تدخليها في وسط الكلام، انه واثقه ان انت قدها، واثقه انك هتعرف تجيب الحل الصح، على الرغم ان انا رايي كذا 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 كذا، بس انا عارفه ان انت هتختار الصح، براحتك اعمل اللي انت عايز اعمله. مش بقى تنصحي تنصحي عامله فيها الفيلسوفه اللي مش فاهمه، اللي فاهمه كل حاجه هو اللي مش فاهم، هينفر منك ومش هيكمل معاكي. في حاجه بقى مهمه قوي، في حاجه اسمها الحوار الصامت. يعني ايه؟ في حوار ممكن ابنيه معاه بس وانا ساكته، بمعنى انا بتكلم بافعال. بمعنى ايه؟ انا النهارده جيت، هو بيحب اكله حلوه قوي، فهو جه لقى ايه الاكله الحلوه، صدقيني ده اكبر حاجه ممكن تقدميها ككلام. بعد شويه انا متكلمه عن الموضوع ده في حاجه اسمها لغات الحب الخمسه، مهمه قوي اسمعوا الحلقه دي. هو مثلا عارف ان انت بتحبي مثلا نوع معين من نسيتي لو كيت شيبسي، وهو جابهولك، هو كده بيقولك انا بحبك بشكل رهيب خالص. ففي حوار صامت، والاحلى ان انتوا تجيبوا فيلم جميل، حاجه حلوه تتفرجوا عليها مع بعض كلكم قاعدين ساكتين، بس اللي بيحصل هو اكبر دليل على ان في حوار وحاجات حلوه في قلب البيت. انتوا فاهمين فاهماني الفكره؟ فطبقي بس الخطوات دي مع الحلقتين اللي انا قلت لكم عليهم، صدقيني هيحب يتكلم معاكي. طول ما في ضحك
في وسط الحوار، طول ما الحوار ده هيدوم ويتكرر، طول ما في نكد ولوم وغم وهم وحزن وقرف ونصايح والكلام ده، صدقيني هينفر منك، مش هيتكلم معاكي ابدا. يلا طبقوا الخطوات دي، ممكن تبقى بسيطه بس صدقوني عمليه جدا جدا، مع بقى تطبيق ايه اللي انا بنزله في الحلقات، لان كل حلقه مكمله لبعضها. طبعا في وسط الحوار وده مهم قوي، اشكري، شكرا يا حبيبي. انا عايزه اقول لك ان الشكر نعمه من نعم ربنا علينا في الارض بتزيد. شكرا يا حبيبي على اي حاجه عملتها، ان ربنا يبارك لي فيك يا رب، ده انا بشكر ربنا عليك. الله هيحب ان هو يزيد عشان يسمع منك شكر، وده اللي ربنا قاله، لان شكرتم لازيدنكم. كل مرة بتكلم فيها عن الشكر من عظمته، طول ما الشكر مش في حياتك اعرف ان كل نعمة عندك بتنقص منها، ان الحوار بينكم بدل ما بيزيد بينقص. وطبعا شكري ربنا لو قعدتوا مع بعض في حوار جميل والدنيا حلوة، شكري ربنا وقتها ان على الحوار الجميل ده صدقيني هيزيد في حياتكم. يلا عملوا شير للحلقة عشان يبقى دايما في ود وحب وتفاهم وكل الكلام ده. في حاجة عايز اقولها مهمة قوي صحيح نسيتها، دايما خلوا ساعتين ثلاثة في يومكم وانتوا قاعدين مع بعض مفيش تليفونات، هاتي بوكس كده، يلا تليفوناتكو تليفوناتكو تليفوناتكو، اقعدوا ابتديها بربع ساعه، بعد كده نص ساعه، بعد كده ساعه، على الاقل يا ستي امشيها ساعه، نقعد مع بعض نتفرج على حاجه، نتكلم، نعمل، اعمليها بحب، مش والله لما تقعدي بين التليفون هيكرهوكي، بالراحه بحب. فبعد لهم حاجه بيحبوها، ما تقول يلا يلا سيبوا سيبوا يلا في البوكس كده يلا، وتعالوا ناكل حاجه نقعد مع بعض، هيبقوا مستمتعين بده. تمام. في برضو حاجة كانت بنتي بتعملها معنا حلوة قوي، ان في وسط الحوار تقول لنا ايه، يلا كل واحد يقول صفة في التاني حلوة وصفة وحشة. والله كنا انا وباباها واخوها ومش عارف، يلا يا مم يلا قولي، يقولها لا سيبيني انا في الاخر، تلاقي مثلا بابا يقول لا انت جميلة انت كذا انت انت، بس مش عارفة نعمل ايه، بس ليه الجو بقى جميل جدا، ومنها بتعرف العيوب اللي توقفوها بعد كده. يلا طبقوا كل الخطوات دي واعملوا شير للحلقة عشان توصل للدنيا كلها، واعملوا لايك ده مسابي شكر ليا عشان الحلقات تزيد ويبقى في بركه كده في القناه، ما لما تشكري الحاجه بتزيد، وحتى انت تكتسبي معلومات من الحلقه تكون اعمق واحلى واجمل من اللي موجود فيها كمان. يلا اعملوا لايك ده مسابي شكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.